باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أفكر حضراتكم إن إحنا كنا في سلسلة عنوانها خايف أكون. قلنا خايف أكون بخيل، خايف أكون سلبي، خايف أكون مغرور، خايف أكون مسرف، حاجات كتيرة قوي. النهاردة هيبقى العنوان غريب شوية، خايف أكون مش عارف نفسي. خايف أكون مش عارف نفسي يعني إيه؟ هو في حد مش عارف نفسه؟ أقول لكم حاجة وما تستعجبوش، معظم الناس مش عارفة نفسها، معظم الناس مش عارفة نفسها. طيب هحكي لكم كده ديالوج حصل. أحد الآباء مرة في أحد العظات كان بيتكلم مع الشباب، فبيقول لهم لما اتنين يتجوزوا في الكنيسة، لما اتنين يتجوزوا في الكنيسة إحنا شايفينهم إيه؟ اتنين، بس هما في الواقع إيه؟ فكل الشباب قال واحد، لأن ما جمعه الله ليفرق أنسوا ويصير الاثنين واحدا. فأبونا ضحك وقال لهم الحقيقة لما بيروحوا البيت بيبقوا ستة مش اتنين ولا واحد. فالشباب ابتسم واستعجب وعرف ان ابونا عاوز يعمل مقدمة لحاجة غريبة كده. قال لهم انا هثبت لكم ان هم ستة، احنا هنمسك طرف واحد نشوفه كام شخصية وبعدين نضرب في اتنين. قالوا له فهمنا يا ابونا. قال لهم لما الاتنين دول بيتخانقوا، هذا الانسان لما بيجي يحكي لابونا الحكاية، ابونا اللي مربيه بيحكي الحكاية ازاي؟ يقول له انا كذا 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 كذا، ويصف نفسه بصفات كلها حلوة. واما هي بيكلم على زوجته، هي واحد اتنين تلاتة اربعة، والصفات كلها ايه؟ وحشة. خلي بالكم لما ابونا سمع رأيها عملت ايه؟ وصفت نفسها بصفات تانية خالص غير اللي قالها زوجها، ووصفت زوجها بصفات تانية خالص زوجها ما جابش سيرتها ابدا فيه. طب ابونا وصل لايه؟ وصل ان في شخصية تالتة عند الزوج هي عبارة عن جزء من اللي قاله وجزء من اللي ما قالهوش وجزء من اللي قالته زوجته، فبقى هنا في ثلاث شخصيات في الزوج، رأيه في نفسه، رأي زوجته فيه، رأي ابونا فيه، وفي ثلاث شخصيات في الزوجة، رأيها في نفسها، رأيها في جوزها زي ما هي شايفاه، نمرة ثلاثة رأي ابونا اللي قيم الوضع. فبقى في ثلاث شخصيات، شخصية انا شايفها في نفسي، شخصية انا شايفها في الاخر، وفي واقعي برايا شايفني انا على حقيقتي لانه عادل ودارس وفاهم نفسيات. يبقى كل واحد فيهم كان ثلاث شخصيات. وعشان كده ابونا شرح القصة دي كمقدمة لبرنامج اسمه او كانت يعني ندوة عنوانها مين عارف نفسه صح. فطلع ان الناس بصفة عامة ما بتبقاش عارفة نفسها. وممكن جدا اقعد مع انسان مرشد نفسي او اب اعتراف يكشف ليا بعض الزوايا وبعض الطباع اللي في شخصيتي عمري ما فكرت انها فيا، ولما فكرت شوية مع نفسي اكتشفت انه كان معاه حق. يبقى انا فعلا ما كنتش عارف نفسي. وممكن كمان اكون مش عارف نفسي علشان حاجة مهمة، واقع في حاجة اسمها الدينايل. عارفين يعني ايه الدينايل؟ يعني الانكار. فاكرين لما كلمتكم على الشخصية البخيلة وقلت لكم اسوأ ما في الشخصية البخيلة ايه؟ انه في حالة انكار، عمره ما كان شايف نفسه بخيل، شايف كل الناس مجانين وشايف كل الناس مسرفة ومش عارفة قيمة القرش. ممكن جدا الانسان مغرور، تقول له انت مغرور، لك انا مغرور، انا اذكى واحد في البيت، انا افضل واحد في البيت، انا اللي خيري مغرق الناس دي كلها، يتقال عليا مغرور؟ هو ناقص ايه تاني تقوله عشان تصدق انك انت مغرور؟ فدي مشكلة خطيرة قوي، ان الناس مش عارفة نفسها. يمكن لما حد يقعد معاها يشرح لها شوية، طيب انا مش عارف نفسي، امال معرفة النفس دي تحتاج مني ايه؟ انا هقول لكم تحتاج مني ايه، وبكرة هنعرف اكتر. محتاجة مني نضوج، محتاجة مني نضوج. الانسان الناضج انسان بيعرف نفسه، عارف مزاياه وعارف عيوبه، عارف نقاط ضعف شخصيته والمواهب اللي ربنا ادهاله. ده الانسان الناضج، مش الانسان المتوهم في نفسه حاجات مش موجودة. نمرة اتنين محتاجة اتضاع، لانك لما تكون متضع هتسمع من الناس رأيهم فيك ايه، مش هتقع في الدينايل او الدفاع الكذاب عن النفس او رفض الفكرة. لا، انا ما اكون متضع واب اعتراف يقول لي انت فيك عيب كذا،
هفكر كده اقول له معاك حق يا ابي، لان ابويا ده مش عاوز غير مصلحتي، يبقى لازم اكون ناضج. نمرة 2 اكون شخصية مضادعة. نمرة 3 الدراسة. لما الانسان بيدرس مش ضروري تتبحر في علم النفس، ولا عاوزينك تبقى اخصائي نفسي ولا دكتور نفسي، لكن انت لما بتاخد شوية معلومات دراسية عن بعض الامور من خلال تحليل الشخصيات، انت نفسك بتقدر توصف نفسك انت شخصيتك ايه، وايه اللي فيها وايه اللي عليها. بس الموضوع كبير، فهنكمله بكرة بنعمة ربنا تحت عنوان أهمية ان انا اعرف شخصيتي